السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. النهاردة هنعمل كوسة. طبعا الكل في بعض بيحب الكوسة، أنا من ضمنهم اللي بعشق الكوسة، فهنعملها إن شاء الله هتعجبكم يا رب إن شاء الله. هنا أنا حطيت بصل على النار ومعلقة سمنة فلاحي، هنا اهوت وراك فراخ اسلقها عشان ان شاء الله هنحمرها بعد كده اهوت في السمنه باذن الله. وده الرز بالشعريه خلص خلاص ان شاء الله. تتحمر البصلايه وحط الصلصة المتصفية كده. يا جماعة هنحط حتة دي تومة هنحط فلفل اسود حط معلقة صلصة نحط صلصة الطماطم هنغطي عليها لحد ما تتسبك. دلوقتي بقى يا حبايبي الطماطم اتسبكت، هنحط شوية شوربة على الطماطم. حط الملح انا حطيت نحط حبة ملح كده
هنحط الفلفلاية دي تغلي، هنحط الكوسة ان شاء الله. الكوسة ما شاء الله، بعد كده حتى ما تتثبت مع نفسها وتستوي كده. اتحمرت الورق، ودلوقتي ده منظر يا جماعة الكوسة بعد ما استوت. نغرف بقى ان شاء الله ونوريها لكم على السفرة، ويا رب تعجبكم الطريقة، وياريت بقى ما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. نجمر مع بعض يا جماعة، وده المنظر الشكل النهائي. وده الشكل يا جماعة بتاع الكوسة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.